كل فخ من الواتر من قرية المويدات قرية رايد العز قرية استاد القصيرة استاد عن محاب السيد لا نستغرب لكم مطلقات حسن إن النظام يستهدف شباب خير خيرة الشباب من شباب المويدات الشباب البحرين بشكل عام عندما خرجنا في 14 من فبراير حملنا راية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج بشيرا ولم أخرج بطيرا إنما ما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله حملنا رايات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق وانطلقنا بكل سلمية المطالبة بحقوقنا المطالبة بالحرية والعدالة وكلنا فخر بهذه الشعارات قدمنا قرابيننا شهدائنا أبناء الشهداء كما الرموز كانوا في المقدمة كذلك المحتفلين لأننا على الحق فنحن نواصل هذا الدرب درب النظام درب الحرية درب العدالة فكلنا فخرا وعزة بهذا الشعب عملنا شعارات علي الأكبر عليه أكبر الصلاة والسلام شهداءنا كانوا يقولون شعار لو لسنا على الحق إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا فمن يتمسك بشعارات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو إذا رغمنا صلى الله عليه وسلم النظام اليوم نظام يتخبى من قبل سنوات السجن المعتقلين كما أسلفوا أخواني النصر قادم لا محالة نحن على هذا الدرب لن نتنازل لن نتراجع مواصلين هذا الدرب ما دمنا على الحق فنحن مواصلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته